بعد إعادة الاستقرار لمدينة الموصل شرعنا بالمرحلة الثانية من خطة الإعمار، أدرجنا العديد من التقاطعات المجسرة داخل المدينة. اليوم مدينة الموصل تشهد تنفيذ 6 تقاطعات مجسرة في الجانبين الأيمن والأيسر، 2 في الجانبين الأيمن في الجانب الأيمن و4 في الجانب الأيسر. ونسب الإنجاز في تقاطع سنحاريب وصلت عبرت 50%. أيضا باشر تقاطع المعارض أو تقاطع النور باشر بالأعمال، باشر بتنفيذ أعمال الحفر وأعمال الصب في التقاطع. تقاطع السويس أيضا تمت المباشرة، مع العلم أنه تم إيقافه من قبل الحكومة المحلية لخلق توازن بين تقاطع سنحاريب وتقاطع السويس لفتح المستوى الأرضي في تقاطع سنحاريب، ومن ثم يتم مباشرة وغلق تقاطع السويس. وأيضا تقاطع الميثاق حاليا يتم تهيئة لأعمال المباشرة. هذا تأتي ضمن خطة بلدية الموصل كما أسلفت. بالإضافة إلى هذا الموضوع لدينا أيضا تطوير للتقاطعات المجسرة الموجودة في المدينة. اليوم نشهد أعمال خلق وإنشاء اللوبات في تقاطع القاضية، تقاطع القصور، أيضا لتسهيل حركة المرور. أيضا تأتي هذه ضمن خطة مديرية بلدية الموصل وبدعم من محافظة نينوى والسيد المحافظ. تم إدراج هذه المشاريع طبعا ضمن خطة الأرصدة المجمدة إن شاء الله. ضمن الخطة اللاحقة خطة الأمن الغذائي أيضا لدينا مشروع لفتك الزخم المروري والازدحام الموجود في منطقة الزهور، وإنشاء وتنفيذ تقاطع حاملات الجرار ليكون مكمل لتقاطع ومجسر المثنى. إن شاء الله لدينا العديد من الخطط والعديد من المشاريع التي سوف يتم إدراجها اتباعا لفك الزخم المروري الموجود في المدينة. من المفترض أيضا إدراج تقاطع الزراعة الذي أيضا تم إعداد وإكمال وإنجاز المخططات والتصاميم وجداول الكميات ليدخل حيز التنفيذ خلال الفترة اللاحقة إن شاء الله، ليكون مكمل لنفق وسنحاريب، بحيث يعملان هذين التقاطعين كقطعة واحدة لنقل المرور إلى الجسر الرابع أو إلى تقاطع الرابع. هسه مدينة الموصل ألزمت الشركات المنفذة على العمل بسرعه وعلى مدار الساعه؟ بالتاكيد هذا الموضوع طبعا مهم، الزمناهم وتم ايضا توجيه انذارات لكافه الشركات والمقاولين بضروره العمل باكثر من وجبه، العمل شفتين او 3 شفتات، الاعمال متواصله على مدار 24 ساعه. حاليا نحن نقوم باعمال جرد الشركات المخالفه لهذا الانذار او لهذا التوجيه لغرض ادراج هذه الشركات ضمن القوائم المتلكيه، الشركات المتلكيه والتي لا يحق لها التقديم مستقبلا لاي مشروع. نحن حاليا في منطقة جسر القاضية بتوجيه مباشر طبعا من السيد محافظ نينوى وبإشراف من قبل مدير بلدية الموصل السيد عبد الستار الحبو، شرعت بلدية الموصل بالتعاون مع الشركة المنفذة بتنفيذ لوبات في جسر القاضية لتخفيف الزخم المروري عن منطقة المجموعة الثقافية. طبعا العمل يتضمن عدة مراحل، منها التسويات الترابية وأعمال الدفن بالحصى الخابط والتكة الجبلية بشكل طبقات لغاية الوصول للمنسوب المطلوب. بعد تضمن عمل الأرصفة الجانبية والأعمال الإكساع والتبليط إن شاء الله. حاليا مرحلة أولى هو تنظيف الموقع من المخلفات وأعمال التسويات الترابية ودفن الطبقات التكلة الجبلية. تبديل التربة أيضا، تبديل التربة اللي هو الحفر والدفن على مستوى الطبقات.